صح؟ طيب تعالوا شوفوا صحيح. الآن. طيب شوفوا الآن، الآن أجيب لك مثال أزيد أوضح لك أكثر. فشوفوا، افترضوا إنه هذه قيمة الصورة، تمام؟ هذه الصورة حقك. الآن بطبق عليها اف اكس الدالة، مثلا نجيب بسيط، دالة بسيطة زيادة حق 3، ولا لوغاريتم 3، ولا اللوغاريتم لكل قيمة، ولا نقاص كل قيمة. مثلا لو قلت زائد 3، 230 كم ترجع؟ 233. 229 كم ترجع؟ 232، وهكذا. افتهم لك قصدي؟ طيب هنا معناته لما اطبق لكل بوينت على واحدة، هذه بتسمى بوينت بروسيسنج. فشوفوا، يقول لك هذه الصورة الداخلة، تمام؟ فالآن بعمل إجراء معالجة. الكل ركز معي كيف المعالجة هذه اللي أنا بعملها. فافترض يقول الواي، طبعا من هي الواي؟ المخرج اللي أنت بتحطه هنا. فمثلا لو كنت أقول زود لي 3، المخرج حق الواي إيش بتكون؟ 230، بترجع 233. الآن يقول لك إيش بتعمل من معالجة؟ يقول لك إذا كان الإكس، شوفوا، إذا كان عفوا، إذا كان الواي أكبر من 255، حط لي 255 ولا تعمل لي أي حاجة، تمام؟ وإذا كان الواي، ها، وإذا كان الواي أقل من الصفر، حط لي صفر ولا تعمل لي حاجة. إيش معناته؟ ليش لا قلت لا أكبر من 255، اعمل لي 255. افترض مثلا، مش أنا قلت لك زيد 3؟ مش أنا قلت مثلا زود 3؟ ايوه تابعني ولا لا؟ طيب افترض ايوه 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 255، لو افترض هنا، افترض هذه القيمة، لو زودت 3 كم بترجع؟ 258 258. 58. هل في معانا قيمة بيكسل 258؟ لا 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 ما في. ما فيش. فبالتالي يقول لك إذا أنت عملت العملية حقك طلع القيمة أكبر من 255، لا رجعها 255. يعني هذه اللي كانت ناتجة 258، لا حطها 255. وضحت كيف عالجت لما القيمة أكبر من المدى؟ ايوه أيوة أيوة. طيب لما أقول صفر، لو أنا قلت نقص 3، صفر ناقصا 3 سالب 3، هل في الصورة قيمة تسمى سالب 3؟ ما فيش. لا ما في فبالتالي يقول سوالف. لك إذا كانت الواي أقل من الصفر، يعني سالب، لا حط ليه صفر. فالهنا لو حصلت سالب رجعها صفر، ولو حصلت أكبر من 255 رجعها 255. بالتالي عالجنا قيمنا، نقدر نزود، نضرب، نطرح. أهم شيء لا تجي لنا قيم سالبة ولا تجي لنا قيم أكبر من 255 بهذه المعالجة. 55. أيوة 255 بهذه المعالجة. طيب شوفوا الآن، اتضحت هذه النقطة؟ أيوة 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 تعالوا أيوة شوفوا لي، تعالوا شوفوا لها. فالآن إيش يقول لك؟ لو أنت معك old value، old value هذه اللي كنت أقول لك 255 والصفر، وهذه نيو فاليو. فلما كان صفر مثلا، افترض ان طلعت صفر، واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، يعني كانت القيمة الداخلة نفس القيمة الخارجة. لكن لو عدت أكثر من 255، إيش بيعمل لي؟ بيرجع 255. فأعلى شيء 255، ولو هي أقل من الصفر ما فيش معنى أقل من الصفر، لا رجعها صفر. بس فأني بين بحجز، الصفر و255. أيوة، فبحجز من الصفر لـ255. طيب الآن يقول لك في حالة إن الآن هذه لما يكون خط مستقيم، إيش معناته؟ إن الواي يساوي إكس، صح ولا لا؟ عليك. ايوه طيب يعني لأنه شوفوا، بالإكس صفر، الواي صفر، هنا واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، يعني الإكس يساوي واي. اللهم بس تمام. لو زادت على 255 أرجعه، ولا نقصت على الصفر أرجعه للصفر. طيب تعالوا شوفوا هنا، شوفوا هذه إيش معناته؟ ركز علي، ركز على الكلام اللي أنا قلت هنا. الصفر هل تغير؟ الاكس، ركزوا على القيمة، هل الاكس هنا كم كانت؟ صفر، صح؟ وبعدين هنا صفر، ايوه شوفوا استمر بالثبات، استمر بالثبات. بعدين ايش رجع؟ الواي يزداد يزداد يزداد، صح؟ لغاية ما وصل 255. فبالتالي لو تركزوا انه القيمة هنا ظلت ثابتة، بعدين زودنا بالقيم. طيب فشوفوا هنا يقول لك لو نقصنا الـ128. فشوفوا الآن اللي بجيب لك العملية واشرح لك على هذه، شوفوا اللي حصل بالضبط. لو أنا قلت 255 نقص منا 128، ترجع لا فوق ولا تحت؟ طيب خلينا نبدأ من الصفر، خلينا من الصفر، خلينا من الصفر نبدأ. صفر ناقص شوف بنقص 128، صفر مية، صفر ناقص 128، القيمة سالبة أو موجبة؟ سالبة سالبة، سالبة ممتاز. فخليها صفر. طيب نرجع واحد،
واحد ناقص 128 قيمة سالبة ولا موجبة؟ سالبة سالبة سالبة. إيه؟ لغاية تقلي السالبة فرجعي صفر، سالبة رجعي صفر. طيب لغاية ما أوصل 127 ناقص 127 سالبة ولا موجبة؟ مية وسبعة موجبة وعشرين ناقص موجبة مية وثمانية وعشرين موجبة سالبة عادة سالبة، ناقص ركزها. 128 لما أنقص 127 من 128 كم بتكون؟ سالبة 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 سالبة. طيب لما أنا جاءت لي 128، 128 ناقص 128 كم؟ صفر صفر صفر. هذا الصفر الحقيقي، هذا الصفر الحقيقي حقه. 128 ناقص 128 صفر، وهذا نحن رجعناه صفر لأن السالب رجعها صفر، لذلك عرفتم ليش استقرت القيمة. طيب ايوه الآن بعد ال ايوه 108، بعد ال 128 ايش بتجي؟ 129 صح؟ بتبدأ تزيد. طيب ايوه 129 ناقص 128 ايش بترجع؟ واحد، فازداد. واحد طيب الآن ارجع 130، 130 ناقص 128 ايش بترجع؟ اثنين. اثنين فازداد. وبعدين 131 ناقص 181 ترجع ثلاثة، ترجع أربعة، ترجع خمسة، لغاية ما تكون 255. كلمة 255 أنا بحطها على ال 255. شفتم كيف طلعت لي هذه؟ ايوه طيب نفس القرار، لو قلت لك ضيف 128، خلاص خليني بال 128. صفر، هذا الصفر، صفر زائد 128 كم بتكون؟ 28 يا 128. لذلك الواي ازداد 128. تمام، نرجع على، ايوه طيب نرجع تمام على الواحد، واحد زائد 128 كم بترجع؟ 129 129. وبعدين نفس الخبر بنزود، بترجع 130 131 100، فتكون زيادة 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 لغاية ما كم بتوصل؟ لغاية بتوصل 255 بتستقل. 255 وضحت؟ ايوه هذه ايوه شوفوا، فهذه لما زودت ال 128 على طول قفزت لي لل 128. هنا لما كنا ننقص كانت تجي سالب فرجع صفر، سالب فرجع صفر لغاية ما استقر وبدأت بالصعود. لما وصلت لل 128، ل 255 عفوا، وقفنا لأنه ما عاد نقدرش أكثر من كده، ما عاد نقدرش نرجعها 255. نفس الخبر هنا في 128، لما زودت طلعت 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 لغاية ما وصلت لل 155 وقفت. تمام، الآن شوفوا لي على الصورة، شوفوا لي على الصورة. الآن مش أنا قلت لك نقص 128؟ هذه الصورة الأصلية شباب بنات، الكل تشوف الصورة هذه، شوف التغيير، ايوه شوف التغيير، ايوه هذه الصورة الأصلية. شوف، شوفوا الآن، شوفوا هذه الصورة الأصلية، فشوفوها هذه لما زودنا 128. ها رجع لك هذه الصورة الأصلية، ها ركز عليها، هذه الصورة الأصلية. لما قمت زيدت لكل النقاط، ركز معي مش نقطة واحدة، كل النقاط. لما زودت 128 ركز كيف رجعت، عفوا بس ها كيف رجعت، يعني شوف الأول كيف كانت، اللون الأبيض ها كان جري. ليش رجعت للون الأبيض، ها شوف كيف كانت، كيف رجعت لأنها بيضة صح؟ ليش؟ أيوة لأن لا ارتفع لل 255 اللون ما ارتفع برافو يزيد عليك، الطلب من لأنه لا اللون الأبيض. ممتاز برافو، لأنه الآن أنا حاولت أزود 128 فقربتها من ال 255، وال 255 قريبة من الأبيض. أيوة وضحى؟ فلما تجي تشوفوا أيوة أيوة حاولت، أيوة. فليش الصورة كلها تغيرت؟ ليش الصورة كلها تغيرت؟ لأنه أنا عملت على كل لأن البكسلات ما جتش. أيوة عملنا على كل نقطة دكتورة. ممتاز. فالآن لما زودنا هذه الصورة، زودناها 128 معناته بيناها الأبيض، لأنه لكل نقطة. طيب إيش تتوقعوا لما نقصنا من ال 128 إيش بترجع اللون؟ نزل للأسود غامق للأسود. الأسود. طيب شوفوا الآن، لأنه زي ما قلتم زي ما توقعتم، إحنا نقصناها فكان أغلبها أصفار فرجعت للون الأسود. فالآن لو ترجعوا تشوفوا مرة ثانية، إحنا لما زودنا 128 رجعت للون الأبيض، لما نقصنا 128 رجعت للون الأسود. واضح؟ واضح واضح ولا في أي سؤال لهنا؟ أعدي لا السلايد اللي بعده؟ ايوه ايوه طيب شوفوا لي الآن، يقول لك هذه الصورة، هذه الصورة الأولى شوف كيف بتكون. هنا لما تعمل بلوت، طبعا انت بتعمل بالعملية يا شباب او يا بنات، بتعملوا بالعملية، ارسموا البلوت. في كمان معك امر كيف ترسم البلوت حق هذه الصورة، قبل الاضافة وبعد بعد الاضافة. فتشوفوا هذه بعد الاضافة، شوفوا كيف بتكون شكلها. هذا بالماتلاب في امر البلوت، ترسم للصورة بعد التعديل، فشوفوا كيف بتكون شكلها. لان هنا تبدأ لك
من 128 لغاية ما توصل 255 وتستقر. ونفس الشيء للثانية. شوف الثانية، لا هذه لما انت تعمل اذا على فكرة نفذته بالماتلاب، انت بتنفذه كمان مع الاستاذ العملي. فرسم بالبلوت هنا لما كانت اصفار، وبعدين تصاعد تصاعدت لغاية ما وصل ال255. طيب شوفوا معي الان هذا الكود حقه. طيب مش هذه بشكل بلوك، هذه بشكل الطوب. صورته بالماتلاب بلوكس دوت تيف. هذا الكود الان، انا بناقشك الان على الكود. فالان شوفوا احنا هذا اللي عملناه، انا بقول لك حق الكود سواء هذه سواء هذه، كيف بيكون الكود حقها. فاول شيء ايش بعمل؟ بقول له اكس يساوي امريد، اقرا لي الصوره للبلوكس دوت تيف. طبعا هي موجوده بامتداد الماتلاب، فانت على فكره نفذ هذا الكود سواء الان، سواء يعني قصدي او مع العملي او اللي معه ماتلاب ينفذه. فهنا اقول لي البلوكس دوت تيف، يعني هذه الصوره الان بتجيب لك نفس الصوره دي اللي معايا. بعدين روح قل للواي المخرج يساوي الاكس هذه زائد 128، معناته هذه اول واحده. فهنا باول واحده بتزود لك كل ال 128، يعني على اساس بتظهر لك من هنا وتزداد. بعدين قل له فيجر وام شو. ايش معناته الفيجر وام شو؟ معناته اعرض لي الاكس من الاكس الصوره بدون تعديل. مش انا علمتك قبل التعديل وبعد التعديل، انا استخدمت نفس هذا الكود. فقل للاكس الصوره قبل التعديل اعرض لي هي اللي بدون اضافه ال 128، فتكون البلوك العادي الطوب العادي. وبعدين تقول له امشي الواي من الواي اللي قد زودت له 128، اللي بتحصله قريبه للابيض اكثر. وضحه؟ طيب كيف ارسم هذا؟ عفوا بس دقيقه، كيف ارسم هذا؟ يعني الان لو ركزت، لو جينا انا قلت له هذه، قلت له انه هذه الاكس يساوي امريد اللي هي للبلوكس دوت تيف فجبتها. وبعدين قلت له الواي عبارة عن هذه الاكس زيد لي 128. فبعدين لما اقول له امشو للاكس بتظهر لي هذه، امشو للواي بتظهر لي هذه، ونفس الخبر للثانية. لما اقول له بلوت بتترسم لي هذا الشكل. الحين الان الاوتبوت، فانا ايش عملت بالكود؟ كتبت له كده فيجر بلوت الاكس والواي، ركز الدوت، انا قلت له اعمل لي دوت بحيث الاكسس ما بين الصفر والميتين والخمسة والخمسين. فبهذا الكود اول ما تنفذ بيجيب لك الصورة قبل التعديل والصورة بعد التعديل، وكمان البلوت لهم للصورة كيف شكل البكسلات. انت كمان تقدر تغير هذه الصورة بأي صورة أخرى، حتى على امتداد بالهارد ديسك حقك، ولا حتى مثلا لو معك صورة، انت صورتك انت مثلا مخزنة بالاي، تقدر تعمل اي دبل بونت سلاش وتكتب صورتك انت بامتداده. فلما تعمل زود 128 بتركز انه في فرق. بس نركز ان انت الان شفت الفرق زيادة لما كان جري، كمان الكلر بيكون في فرق بس مش واضح مثل الجري. واضح؟ في اي سؤال للان؟ تمام واضح. طيب نعدي كمان. ها فالان شوفوا لي هذا الصوره. الان لما انا اشتي اقسم على اثنين، تتوقع ايش بتكون اللون؟ لما تقسم على اثنين تتوقع ايش بتكون اللون؟ قريبة للأسود. طيب يا شباب، الآن صوتي واضح ولا عادي يتقطع؟ واضح. تمام 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 خلاص شوفوا لي الآن، لما أقسم القيمة على اثنين إيش تتوقع؟ قريبة من الأسود. أيوة. وهل قريبة من الأسود. طيب ولما تضربه في اثنين لأين يروح؟ قريبة للأبيض. ممتاز. ولما تقسمه على اثنين تزود ال 128، الرقم ثلاثة، لما تقسمه على اثنين تزود ال 128. حالة وسط يعني ما بين الأبيض والأسود، ما جري. بين اللونين، ما بين ممتاز اللونين. ممتاز. هي الآن هذه العملية